أصدرت وزارة المالية قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، ملزمة بذلك هذه المنشآت بالربط مع الإدارة الضريبية. وفي السياق أكد المدير العام للهيئة العامة للرسوم والضرائب منذر ونوس في تصريح لصحيفة محلية أنه لا يوجد أي رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وما يتم العمل عليه هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت. استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 5 أطنان من الحمضيات و3 أطنان خضار من محافظة طرطوس، وبدأ بطرحها في صالة المدينة. من جهة ثانية، استجر فرع السورية للتجارة في طرطوس 80 طنا من محصول الحمضيات من مزارعي المحافظة خلال اليومين الماضيين. قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن الجانب المصري سيكون جاهزاً لتصدير الغاز إلى لبنان نهاية شهر شباط فبراير القادم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على الكميات والتسعير، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وقت توقيع العقود التي تراجع حالياً. في سياق منفصل، قال البنك الدولي في تقرير له إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وأنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط إلى 10.5%. تراجعت عملة بيتكوين الرقمية بنحو 9% إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوماً على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم، وانخفضت أكبر العملات المشفرة 8.8% إلى نحو 33,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ تموز يوليو الماضي. علق ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكريملين على الوضع المحيط ببورصة موسكو التي هبطت يوم أمس بأكثر من 6%، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا، مشيراً إلى أنه من الخطأ الحديث عن الأسواق الروسية بمعزل عن الأسواق الدولية، فكل الأسواق العالمية لا يمكنها إلا أن تتفاعل مع مثل هذا الجو، وجميع الأسواق الآن في مرحلة التشاؤم العميق. مقابل ذلك، علق جين ساكي السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بعد هبوط حاد في سوق الأسهم الأمريكية وول ستريت بأن الرئيس جو بايدن لا يعتبر أن سوق الأسهم وسيلة للحكم على قوة أو ضعف الاقتصاد.